ورجع لكم تاني وبرنامج 8 الصبح مع زميلتي العزيزه هبه باهر. طبعا فيها حاجه حلوه، ده العنوان بتاع فقرتنا النهارده. هنتكلم يعني انا عايزه اقول ان احنا فعلا كل يوم بنحاول نجيب نماذج حقيقيه هدفها ان هي تساعد غيرها، توفير التعب والمجهود والفلوس اللي عليهم. زائد كمان الدكتوره هلاء محبه طبيبه صيدلانيه بالبني سويف قررت تطلق مبادره يعني تقريبا هدفها تخفيف العبء المادي والجسدي على مرضى السرطان من خلال توفير الادويه النادره ليهم باقل سعر والتكاليف وكمان مجانا للمحتاج. يلا بس علشان تقدر تساعد غيرها خلونا نعرف كمان على مبادرتها ونتكلم عنها وعلى مساعدة أبناء بلدها في المبادرة دي. طبعا معانا ضيفتنا العزيزة اللي مشرفانا النهارده في استوديو 8 الصبح، دكتورة هلاء محمد. أهلا وسهلا. أهلا بيك، ازيك عاملة ايه؟ ازيك يا دكتور منورانا، وعايزة أحييكي في البداية على الفكرة وعلى التنفيذ وطريقه التنفيذ. تسلمي، ربنا يخليك. انت عارفه احنا عندنا اكتر من حاجه، يعني احنا اصلا فقرتنا اسمها فيها حاجه حلوه، وده الهاشتاج على فكره بتاع المبادره. والله شفتي بقى، لا انتوا اللي غشينه، لا احنا من زمان. لا وكمان عايزه ادمجه بمبادره اخلاقنا الجميله للشركه المتحده، ان دي قيم احنا محتاجينها تسود في المجتمع، انه فكره التكافل المجتمعي ده بيدعم القيم المجتمعيه والترابط، في معاني كده احنا محتاجينها، وهي فكره الاعانه طبعا. واللي يقدر، مش فكره اعانه ماديه بس، ده اللي عنده علم ممكن يعين بيه، اللي عنده صحه ممكن يعين بيها، حاجات كتيره قوي. ومن المنطلق ده عايز اعرف الفكره جات لك ازاي وابتديتوا تنفذوا منين؟ مبدئيا هو الدواء شغلتي، بني صيدلانيه. فانا بشتغل في المجال، انا خريجه 2010 وبشتغل من 2014 ما شاء الله عليك، وبحاول من يومي ان اكون كرييتيف على قد ما اقدر. ولازم اكون مختلفه عن كل اللي حواليا. لغايه ما توصلت من سنتين لفكره ابلكيشن اسمه هتلاقي دواك. حبيت من خلاله ان انا اساعد الناس والصيادله ان احنا نطور المنظومه، ان احنا ندعم الفئتين، نساعد الناس ان هم يلاقوا الادويه، والصيادله برضو ان هم يكون ليهم عائد ربحي من خلال الابلكيشن. يمكن الدنيا ما كانتش فيه احسن حاجه زي ما انا كنت متخيله. ايوه بس واحده واحده، خطوه ستيب باي ستيب زي ما بنقول. وانا مريت بظروف كانت قاسيه شويه عليا السنه اللي فاتت. هي ايه؟ كانت وفاه والدي رحمه الله عليه، وكان مريض كانسر. كان مريض كانسر. هو ده كان الدافع بالنسبه لك ان انت تساعدي الناس. بالظبط. ربنا بقى يجعلها في ميزان حسناته هو، لان هو الدافع. بالظبط، زي ما ربنا قدرني ان انا اساعد بابا في توفير الدواء، لان كتير ادويه كانت لو بابا شخص عادي كان هيبقى صعب عليه ان هو يلاقيها. بس اوقات تكلفه الادويه دي كتير، بتكون عاليه قوي. وبرضه لولا علاقاتي ومعارفي كنا هندفع اكتر من كده بكتير. طيب رحمه عندها سؤال. طيب برضه يعني جات لي سؤال دلوقتي يا دكتوره هلاء، يعني كلمينا عن المبادره وفكره انك توفري الدواء للمحاربي السرطان. ده بقى اللي احنا حاولنا نعمله، ان نفس اللي انا عملته لبابايا حاولت ان انا اعمله بقى لكل الناس. ان ما اخليهمش يلفوا ولا يدفعوا التكاليف الماديه الكبيره دي. ان احنا نساعدهم من خلال بقى اللي انا عملته في ابلكيشن هتلاقي دواك، كونت قاعده بيانات كبيره جدا على مستوى الجمهوريه كامله، مش بني سويف بس اطلاقا. ان الصيدليات، كل صيدليه عندها صنف كذا. مجرد ان المريض بيبعت لي اسم الدواء اللي هو عايزه، ماكسيموم كانت 10 دقائق، وبرد عليه بمكان الصيدليه، وبيتم توصيل الدواء ايا يكن هو من محافظه ايه، او الصيدليه اللي عندها دواء دي محافظه ايه. جميل. طب ازاي قدرتي ان يكون ليكي قاعده كبيره وكمان معلومات علشان تساعدي يعني عشان يكون في مساعده للمبادره؟ والله هو شغف من البدايه. شغف ان انا عايزه صيدليتي تكون اكبر صيدليه في المنطقه اللي انا فيها. مش عايزه يكون عندي نواقص ادويه خالص، مش عايزه، اللي هو عايزه صيدليتي تكون خدمه فعلا متميزه. بس
عشان السؤال الحلو اللي سألته رحمة اللي له علاقة بالمعلومات. أنا إزاي أعرف إن الناس دي محتاجة؟ لا أنا بعرف الدواء فين. يعني إيه؟ من خلال الابلكيشن ومن خلال شغلي كصيدلانية وعلاقاتي بالصيادلة. يعني أنت بتقول يعني الاحتياج بالنسبة للناس ده بيجيلك على الابلكيشن. أنا اللي عملت قاعدة البيانات إن كل صيدلية بتقولي أنا عندي دواء كذا. وأنا بسجل اسم الصيدلية وعنوانها وتليفونها. واسم الدواء اللي عندها. والمحتاج للمساعدة. المحتاج بقى جاست إنه يبعت لي رسالة. أنا برجع لقاعدة البيانات سيرش في 5 دقايق ألاقي اسم الصيدلية. المحتاج يدخل لك على إيه؟ لا أنا المبادرة عملتها فيسبوك. المبادرة عملتها على الفيسبوك بعيداً عن الأبلكيشن تماماً. ده باسمك الخاص؟ هناء محمد؟ يعني عملتها من خلال صفحة. هناء محمد بالعربي ولا بالإنجلش؟ لا بالانجلش. فيقدر ان هو يدخل على صفحتك ومنها يقول لك هو محتاج. يا اما يبعت لي على رسائل الصفحه يا اما يبعت لي انا مباشره انبوكس. تمام. 10 دقائق ماكسيمم. وكل الادويه بصراحه متوفره؟ ادويه الكانسر. انا المبادره عاملاها لادويه الكانسر. ايوه كلها متوفره؟ اصل دي صعب ان انت تلاقيها. انا فيه دكتور صيدلي من الفيوم امبارح ما شاء الله بعت لي رساله على حقنه 13000 جنيه. بعد ما سألني ورديت عليه في العشر دقايق قال لي انت ازاي ده سحر. الله. لا ما هي أنا الطيبة بتجيب عواقب خير. وبقالي شهر بلف. بيقولي انا مش شخص عادي انا صيدلي وبقالي شهر بلف. طب دكتور هناء الحاجات دي بتبقى تبرع من الصيدليات ولا اهل الخير هم اللي بيعطوها مثلا الصيدلية يقول له دي مثلا تحت امرك تطلعها في الوقت اللي لا هي مش تبرع هي دواء موجود في الصيدلية. بس انا اتفقت مع الصيدليات ان يا جماعة بعد اذنكم خصومات الادوية غلط قانونا. ان معلش دعما للناس ودعما للمرض ولظروف الناس في الوضع ده هنعمل خصم عاده بس. يعني انت بتنزليها بس مدعمه. مش بالمجان. لا 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 مش بالمجان. كان واضح انا كان واضح ان احنا نوضح. لا مش بالمجان. هو دعم من الصيادله. من صيدليات مصر كلها. ان انا استفدتهم. ان معلش يا جماعه مش هناخد ربح في ده او على الاقل يبقى فيها مش ربح بسيط. دعما للمرضى. طب لو حد مثلا مش يعني ما عندوش فلوس وبحتاج قوي بس تعبان. والله هو انا جات لي طلبات كتير من الناس ان هم يتبرعوا لي فقلت لهم يا جماعه لا مش هينفع بس لو عايزين اوصلكم بالحالات انا هعمل كده. وفعلا عملت كده المتبرع والحاله وظروفها. وهم ان كونتاكت مع بعض. وانت بترجعي للروشيتا اللي هو بيجيبها لك ولا لمجرد ان انا ده دواء اخدت ان انا اخده على طول فبتابع معي؟ لا هي روشيتا وده مريض كانسر. وكلها ادويه غاليه فهو مش هيجي لي الا لو هو فعلا مسكين طالع عينه. يعني هي المبادره كده تم اطلاقها تقريبا من 48 ساعه. انا ما تخيلتش كم الرسائل. 48 ساعه فقط؟ 48 ساعة تجاوزنا فيهم ال 20 حالة. طب وانتوا بتوصلوا بقى الدواء؟ للي محتاجينه. انا قمت بالموضوع from A to Z. ان انا اتواصل مع المريض واتواصل مع الصيدلية. واتابع عملية دفع الفلوس واتابع عملية شحن الدواء واتابع مع المريض واتابع مع الصيدلية. طب ايه هو الهدف الأساسي للمبادرة؟ ان الناس دول تعبانين قوي تعبانين سواء ان هم بيدوروا على الدواء او ان هم مرهقين ماديا في ظل الظروف اللي احنا فيها. والدواء اصلا دواء كانسر فهو بطبيعه الامر غالي. يعني ده الهدف بتاعك ان انا اسهل عليهم واوفر عليهم. طب هل المبادره دي بتساعد مرضى السرطان اهالي بني سويف بس ولا كل مصر؟ مصر كلها. مصر كلها. احنا شاحنين دواء امبارح من سوهاج للقاهره. خير. اوكي. طيب ازاي من خلال مبادرتك او قدرتي تخففي العبء البدني والجسدي على مرضى السرطان؟ ان الحاجه السي مثلا ثمنها 15000 احنا وفرناها للمريض ب 12000. ايه اكتر يعني عايزه اقول الفروع يعني فروع المرض هل ممكن ده جائز تعبيريا يعني اللي هي بتكون اكثر تكلفه بالنسبه للادويه؟ لا للاسف اكثر كله. انواع السرطانات يعني كله للاسف كله. مكلف. كله بيبقى مكلف جدا. طب انت في بالك تطوري المبادره دي بالشكل اللي انا شايفاه حاليا؟ لا ممكن. ممكن نطورها ونكبرها اكتر من في كده. في بالك تعملي ايه؟ يكون في ناس اكتر تساعد معايا ان هي
تمانج الموضوع الرسايل وال الصيدليات اللي عندها الادويه والمريض والتواصل. لا لان انا ما تخيلتوش هيبقى مثلا تعملي حساب بنكي يبقى فيه تبرعات وبالتالي العلاج بيقدم للناس بالمجان. لا ما حبيتش بصراحه، خفت من الحته دي لان انا برضو زوجه وام ومعايا بيبي صغيره عندها 6 شهور ما شاء الله. بره في العربيه فجبتهاش ليه معاكي؟ فبرضو يعني انا عايزه اساعد وانا حابه اساعد جدا، وطبعا خاصه الفئه دي، بس بما لا يتعارض مع بيتي واولادي. جميل. يعني تقريبا انا كنت لسه هقول لك دي مش اول مره اللي بتعملي مبادره بالفتره طويله. عملتي مبادره او يعني اطلقتي مبادره هتلاقي دواك. يعني للناس اللي مش محتاجه كلميني عنها. هتلاقي دواك هو للكل، كان تقريبا لكل فئات المجتمع، مرضى، صيادله، مخازن ادويه. هتلاقي دواك كان نازل يغطي كل حاجه ما شاء الله. يعني عارفه مخدمه على المبادرات بتخصصك. ربنا ييسر لك دايما فعل الخير. وانا بشكرك شكرا جزيلا الدكتوره هناء محمد. وعايزين نشوف المبادرات دي كتير يا جماعه، وده وقته فعلا. يعني وقت الازمات دي دايما بيكون هي وقت المسانده والكتف والجدعانه، ويعني واللي يقدر على حاجه يعملها. زي ما كنت لسه بقول لحضراتكم في مقدمه الفقره، مش فكره ان انا بس اقدم دعم مادي، لا، يعني اللي انت تقدر عليه، تحس انه مثلا نقطه قوه عندك حاول تفيد بغيرك حتى لو بفكره. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. شكرا ليكي، شكرا جزيلا. ويا رب دايما نتابع معاكي كده مبادرات جديده دكتور هناء محمد.